شيرين وحسام حبيب، مين فيهم الغلبان ومين الشيطان؟ انا احمد النجار واحكي لكم اللي حصل. سواء كنت شايف ان في حد فيهم صح وحد غلط، فعلم النفس مبني في الاصل على فرضيات، وفي الموضوع ده بالذات احنا عندنا فرضيتين. الفرضيه الاولى بتقول ان حسام شرير وضحك عليها، دول عصابه، ده قدر يخلي شيرين تقطع اهلها، ده بوظ لها شغلها طبعا عشان يعرف يستفرد بيها ويستغل شهرتها او يستغلها هي شخصيا. والكلام ده بيمشي مع اللي ابوه والصحفيه نضال الاحمديه قالوا عنه، وكمان اخو شيرين ومامتها اكدوا مع عمرو اديب. ممكن تبقى شايف انه شخصيه ما بتنساش الاهانه مثلا وعايزه تصلح صورتها، فمش ممكن يغفر انها اهانته هي واخوها قدام الناس، فرجع عشان يرد كرامته ويمص دمها للاخر. بعد ما ضمن انها بدات تعيش حياتها ابتدى يستقطبها من تاني، لان لاي شخصيه نرجسيه هو ده الوقت المناسب طبعا. كمان ممكن تشوف ان الادمان جزء من خطه تدميرها، واضطراب شيرين وعفويتها ساعدوه في ده طبعا، وهو بكده عرف يلاقي ضحيه لقطه. اندفاعيه في كل تصريحاتها وسلوكياتها وقراراتها، لما تحب بتحب بجنون، ولما بتكره بتشوف حبيبها شطان، وخاصه انه قال عليها ودانيه وكلمه توديها وتجيبها، وطبعا ما عندهاش ثقه في نفسها. كل الكلام ده بيخدم فرضيه ان حسام شرير. الفرضيه الثانيه بقى ان حسام طيب والناس ظلمه، وعشان كده شيرين رجعت له. في الفرضيه دي بقى هتلاقي انه بيحبها ومش قادر يبعد عنها مهما عملت، وبيحتوي عدم اتزانها واندفاعها، وممكن اصلا يكون هو شخصيه اعتماديه ومش عارف يبعد عنها، فبالتالي هو في علاقه توكسيك، وانه فعلا كان بيحافظ على فلوسها وقفل الحنفيه اللي كانت مفتوحه على اهلها وناس كتير، وخاصه ان اخوها كان بيقول انه بيشتغل شغل بسيط قبل ما شيرين تتشهر، وبعد ما اتشهرت هو اللي كان ماسك شغلها وخسر الشغل ده طبعا بوجود حسام. فالكلام المنطقي هنا بيقول ان المنتفعين من ورا شيرين هم اللي عايزين الجوازه دي تفشل، وان هم اللي بيصدروا الصوره المزيفه دي عن حسام، وحتى لو الكلام ده مش مقنع قوي بس احتمال وارد انه يكون حقيقي. وعشان علم النفس مبني على فرضيات واحنا مش علماء نفس، مفيش داعي تماما ان احنا نبني فرضيات ونتدخل في تفاصيل ما نعرفش حقيقتها ايه. يمكن نحب نتابع او جايز يكون عندنا فضول، بس مش منطقي ان احنا نوجه اصابع الاتهام لناس ونستغرب هما بيعملوا كده ليه في نفسهم واحنا اصلا ما نعرفش الحقيقه. واضح جدا ان عندهم مشكله، وواضح برضو ان تصرفاتهم مش ناضجه ولا واعيه، فطبيعي تكون دي النتيجه. بس الاكيد اننا مبسوطين ان شيرين رجعت لنا باي شكل، ونتمنى انها تلاقي مساعده حقيقيه ودعم من ناس بتحبها من قلبها، وانها تكتشف الحقيقه بنفسها ولنفسها ايا كانت هي ايه.